نعمل أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي براوني الموز مع صوص التوفي. ومقادير البراوني: 1 كوب زبدة، 2 كوب سكر، 4 بيض، 1 كوب دقيق، 1 معلقة صغيرة روح اللوز، 200 جرام شوكولاتة داكنة، 1¾ كوب موز مهروس. وبالنسبة لمقادير التوفي هيكون 1 كوب سكر، 0.5 كوب كورن سيرب أو جلوكوز، 0.5 كوب زبدة، و1 كوب كريمة. وبعدين للتزيين هيكون عندنا تشوكلت تشيب أو رقائق الشوكولاتة. نبتدي بأن احنا نحط التوفي على النار عشان هياخد شوية وقت لحد ما يكتسب لون ذهبي. هنحط الجلوكوز والسكر والزبدة على النار. هنسيبهم مع بعض على النار لحد ما يمتزجوا كويس ولونهم يبقى قريب من لون الكراميل الفاتح أو اللون الذهبي الفاتح. وكل شوية هنقلبهم علشان ما يلزقوش في قاع الحلة. ولما يوصل للون ده هنضيف الكريمة علشان يبقى عندنا الصوص. وفي نفس الوقت نبتدي نحضر البراوني. هنحط البيض والسكر. وروح اللوز. ونبتدي نضربهم مع بعض. طبعا لأنها براوني مش هنضرب كتير، هنحط الزبدة السايحة، هنحط معاها الشوكولاتة السايحة برضو، هنضربهم. هنضيف الدقيق، نقلب مرة تانية. نرجع نقلب التوفي. وآخر حاجة هنضيفها هي الموز. اوكي، بكده خليط البراوني يبقى جاهز. نقلب علشان نتأكد ان مفيش حاجة مختلطتش في جنب البول او في قعره، ونحطها
في صينية مدهونة بزيت الدقيق بالزبدة والدقيق، أنا أسفة، وهندخلها فرن على درجة حرارة 160 أو أقل، حتى 150 أحسن، وهتقعد في الفرن حوالي ساعة إلا ربع. اوكي، زي ما احنا شايفين التوفي دلوقتي بقى لونه اغمق، ابتدى يدينا اللون الذهبي. الفاتح ممكن نستنى عليه بس حاجة بسيطة خالص عشان يغمق شوية، لان طبعا لما هنضيف له الكريمة هيبقى افتح، واحنا عايزين في الاخر اللون بتاعه يبقى ذهبي بعد ما نضيف له كريمه. وزي ما احنا شايفين دلوقتي لونه بقى ذهبي اغمق، فدلوقتي نقدر نبتدي نضيف الكريمه. بس طبعا لما نضيف الكريمه لازم نضيفها بالراحه خالص عشان فرق الحراره هيخليها تفور، فهنحط شويه صغيرين في الاول ونستنى. هنلاقيها ابتدت تفور، وده بيبقى شكل البراوني بعد ما بتطلع، وده بيبقى التوفي صوص بعد ما بيوصل لدرجة حرارة الغرفة. هنحطه على البراوني ونفرده عليها